العراق يخطف الذهب والنحاس في بطولة آسيا المقامة في إمارة أبوظبي، هذه المرة برياضة الفنون القتالية الجوجيستو لفئة المتقدمين. نعم، ثمانية أوسمة ملونة بواقع وسامين ذهبيين وستة أوسمة نحاسية حصل عليها الوفد العراقي المشارك باللعبة. اللاعب حسين قاسم توج بالوسام الذهبي في منافسات وزن 85 كيلوغرام، أما اللاعب محمد الباقر المظفر فاز هو الآخر بالوسام الذهبي في منافسات وزن 77 كيلوغرام، فيما حصد أربعة لاعبين يمثلون المنتخب الوطني في المنافسات القارية على الأوسمة النحاسية، وهم كل من مهند حسن ومحمد إسماعيل ومجتبى أحمد ومحمد باقر. كازاخستان يلا In third place for the fighting male under 62 kilograms representing Thailand, Suijak Kuntong. Also in third place representing Iraq, Muhammad Al-Baqir. Second place representing Kazakhstan, Ashkat Khamitov. And in first place also representing Kazakhstan, Aslan Kanatbek. أحد أبطال العراق برياضة الجوجيسو حسين جيزاني أحد اللاعبين المتواجين بالميدالية الذهبية، روج اسمه كثيرا في الساعات القليلة الماضية، خصوصا بعدما ظهر بفيديو قصير إلى جانب قريبه الذي وجه رسالة عتب إلى اللجنة الأولمبية وإلى كافة المسؤولين لعدم استقباله استقبالا يليق به وبمنجزه للعراق أو تكريمه على أقل تقدير، هو وبقية اللاعبين الأبطال عند عودتهم للعراق حاملين الذهب والأوسمة. أنا حسين الجيزاني، شوف الفرس العراق خارج العراق والله العظيم وجاب الميدالية الذهبية على آسيا. بالمطار احنا جبناه بتاكسي، حتى في التاكسي ما عندنا لا استقبال ولا حفاوة ولا تكريم، حتى عافية ما حد قال، حتى بالإعلام ما حد ذكر. شرفكم اكو رياضه اكو لجنه اولمبيه، بس فهموني بعد هذا راح تحمود رئيس لجنه اولمبيه يدري جاب لهم الوسام الذهبي شغل عماله بس عاد منو حقيقه عماله هاي الميداليه الذهبيه على اسيا في التايكوندو هي الجودو بالجودو جوجيتو يعني وسام ذهبي تحلمون يصير عندكم وسام ذهبي بجهود هنا يشتغل عماله ويشتغل بشيش بالمطار ما حد يستقبله حتى دعوه الى دعوه لقاء بالتلفزيون ماكو مو هاي ميداليه ذهبيه للعراق وعزفه السلام الوطني بدبي فانا ملامك شو ما اعطيته راح اعطيه بطيخه هاي بس هاي احسن جائزه بس هاي البطيخه حصلها احسن جائزه لا استقبال ولا تكريم وجبناه من المطار التاكسي حتى فلوس ما عندنا هذا ما كشفه الحاج العراقي الذي عتب وتهكم واختتم حديثه بهداء اللاعب بطيخة صغيرة كانت بيده
لكونه لم يحصل على أي تكريم مادي أو معنوي من أحد على حد ادعائه. ردود الأفعال والتعليقات والآراء كيف كانت في منصات التواصل الاجتماعي حول هذه القصة؟ نبدأ من عبدو. يقول عبدو علي في تعليقه: ألف مبروك بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله إلكم. إلكم الله شو تسوون التكريم بالعراق بس للفاشينيستات مو إلكم. تعليق من أبو مصطفى يقول: أبو مصطفى في تعليقه أنت بطل ورفعت رأس أهلك وناسك ووطنك، أما المسؤولين في كل المجالات مشغولين بأمور أخرى، فلا تنقهر ولا تزعل، اليوم العراق كله يحكي باسمك، ومبارك يا بعد قلبي وكل التوفيق. خالد يقول العراقي في تعليقه: ألف مبروك وبالتوفيق يا أبطال، باهتمام شبه معدوم وبدون تكاليف وصرفيات خيالية، أبطال الألعاب الفردية يحققون نتائج، وبتكريم أعتقد سيكون بسيط جدا. حسام يقول: حسام الزمان، عندنا بالعراق فقط رياضة كرة القدم مهتمين بها، الباقي ما حد يعرفهم وين صايرين، حتى كرة القدم واصلة يلا تصعد، هاي لو بغير دولة كان احتفلوا بي وتغير حاله من حال إلى حال. ياسر يقول في تعليقه الكربلائي: هسه المفروض شي يسوي، ياخذ الميدالية بما انها ذهب يبيعها ويتصرف بفلوسها، واي دعوة تجي من اي مسؤول ارفضها، لو نافخ ومتروس سيليكون كان دزولك تاهوات للمطار. تعليق اخر من هذه المرة من جودو يقول: رفع رأس العراق يستاهل كل خير، الف مبروك، نأمل من السادة المسؤولين تكريم هؤلاء الأبطال أسوة بفريق كرة القدم الأولمبي، والبطل الرباع كون إنجازهم ليس بالإنجاز